معانا على الهاتف الأستاذ وائل عوض، أحد أعضاء جمعية عمومية في الشيخ زايد، وأيضا المحامي اللي كان تقدم بالقضية. مساء الخير يا فندم. خير يا كابتن محمد، بس على حضرتك وعلى جمال بيه وعلى أهلا زغلول بيك. بيه، أهلا وأنا وسهلا سعيد أستاذ إن وائل أنا حضرتك. أطلع مع حضراتكم عشان نوضح يا ريت. الحقيقة المؤلمة. بس طيب استاذ وائل، احنا عايزين نعرف المشكله دلوقتي. اعضاء الشيخ زايد معاهم حكم قضائي بان هم لهم الحق في التواجد في الجمعيات العموميه للنادي الاهلي والادلاء باصواتهم. بعدين جت اللجنه الاولمبيه قالت لا، انا مش بعترف بهذا الحكم. ايه الوضع؟ يعني ايه لا تعترف بالحكم؟ يعني هي بتقول احنا دلوقتي مش بنعترف باعضاء الشيخ زايد. الشيخ زايد لما النادي الاهلي استرشد منهم هل اعضاء الشيخ زايد لهم الحق في ان هم يجوا الانتخابات ولا لا، قالت لا، هي رفضت. مستند على ايه ما احنا بنسال، الحكم اللي خطبها؟ ما لا احنا احنا عاوزين بنسال، احنا ما الحقيقه نعرفش لحد بس. دلوقتي. انا طبعا يعني انا اعلم ان حضراتكم مش قانونيين، طبعا بس انا عايز يعني اوضح لجمال بيه اتفضل نقطه، اتفضل. وبرضه زغلول بيه نقطه مؤلمه ونقطه قد يفاجئوا هم بيها. تمام. الماده يا فندم اللي هي بتمنع اعضاء فرع الشيخ زايد من الحضور هي كانت الماده 21 من اللائحه القديمه اللي هي 929 لسنه 2013، واللي هي اصدرها الوزير طاهر ابو زيد. نعم. وهذه الماده الغيت بحكم من القضاء الاداري صدر في 15 مارس. نعم. المفاجأة الجميلة يا فندم اللي حضراتكم ما تعرفوهاش، إن تم إعادة نفس صياغة المادة في اللائحة الجديدة. هتقول لي ليه حضرتك؟ هقول لحضرتك اسأل هشام بيه حطب اللي إحنا بنسأله هذا السؤال بقالنا ست سبع شهور. أستاذ عوض، أستاذ وائل، بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك، دلوقتي هو المادة دي كانت موجودة في قانون قديم وتم إلغائها في 13 مارس الماضي. تمام. إيه، تم الغائها استنادا لايه؟ برضه عشان نبقى فاهمين. استنادا ان هي ماده غير مشروعه كما وصفتها المحكمه في حكمها، ان هي ماده غير مشروعه تخالف الدستور وتخالف القانون. لا، الدستور في الماده 53 بيمنع التمييز بكل اشكاله وبكل صور. يعني هذه يعني هذا الامر كده بيبقى فيه نوع من التمييز. طب ما دام هو ضد الدستور وفي تمييز، ليه تم اقراره من قبل المهندس هشام حطب؟ والله يا فندم انا عايز اكمل، بس يعني سيبني حضرتك افرد التسلسل. بعد ما تمت اعاده الماده احنا طبعا كنا عارفين ان في لائحه بتتعمل جديده. بعت انذار على يد محضر للمهندس هشام حطب اثناء اعداد اللائحه، وقلت له وارفقت به الحكم الصادر لحق اعضاء الشيخ زايد واعضاء نادي الزهور، وقلت له لو سمحت راعي هذه الاحكام اثناء وضع اللائحه. طبعا لم يتم الاستجابه لينا. بعديها عملت له انذار تاني على يد محضر، قلت له بما لك من سلطات في الماده 3 من القانون من تعديل اللائحه، لو سمحت عدل اللائحه لتتوافق مع الـ الاحكام الصادره. طبعا ولا حد عبرنا ولا حد سال فينا. انا عايز اقول لحضراتكم ان دلوقتي في حكم قضائي يا جمال بيه، اتفضل، في حكم قضائي يا زغلول بيه، في حكم قضائي يا كابتن محمد. واجب النفاذ احكام القضاء الاداري واجبه النفاذ بمسودتها وبقوه القانون، ولا تلغى بصدور قانون ولا تلغى بصدور لائحه، تلغى بصدور حكم من الدرجه الاعلى. على اساس، على اساس يا استاذ وائل، على اساس ان ده مش منازعه رياضيه. لا يا فندم، ده يعني مش لازم تروح المحكمه اللي هي اللجنه او المحكمه تفضل. لا، ما انا جاي لحضرتك اهو، انا جاي لحضرتك. انا حكمي يا فندم صدر 15/3/2017. القانون والقانون يا جماعه، عشان بس في خطا يعني احنا يعني معظم الناس اللي مش قانونيين بيقعوا فيه. ابعدوا عن القانون، القانون ليس له علاقه من قريب او من بعيد، القانون نص فقط على حق الانديه في انشاء فروع ليها، الكلام كله في اللائحه. ملوش دعوه قانون. فحكمنا حكم اعضاء الشيخ زايد صدر 15/3، القانون صدر 1/6، اللائحه صدرت 3/7. نعم. طب اذا يعني خلاص اللائحه حتى لا تجب ما قبلها، يعني في الوقت اللي هو 15/3، اذا انت معاك حكم واجب النفاذ. طبعا اي حاجه يا فندم ده تنفذ. معلش يا كابتن محمد، ده تنفذ. حضرتك بتقول واجب النفاذ، هو تنفذ فعلا.
اتنفذ يوم ما حضرنا الاجتماع الخاص اللي انعقد رغم وجود منازع فيه. منازع في نتائجه انا ماليش دعوه بيها، انا حضوري سليم، وحتى لو بطلت انا حضوري وجوبي وضروري ولازم. وكابتن محمد لو حضرتك تتذكر انا من شهور، ويمكن في الندوه اللي حضرها الباشمهندس محمود طاهر في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، وقفت وحذرت وقلت هذا السيناريو، هذا السيناريو المدبر، ولو سمحت ما تقاطعنيش يا كابتن محمد، هذا السيناريو المدبر للنادي الاهلي لدخوله في نفق مظلم، واظن ان احنا نبهنا ليه مرار. انا ما فيش مناسبه طلعت فيها الا غير وقلت ان هذا السيناريو سيتم، انه هيجي في جمعيه الانتخابات يقول نفس هذا الكلام. انا بستاذنك لو الاعداد عند حضرتك او بعد ما اقفل كما يتراءى لحضرتك، ومعاك اثنين قامات من القامات الصحفيه اللي ليهم نظره، لو سمحت اعرض الجواب بتاع هشام بيه حطب. احنا انا عايز اقول له اتقي الله، اتقي الله، احنا بنفهم، لو سمحت اقرا الجواب. النادي الاهلي بعت له بيقول له قل لي موقف اعضاء النادي الاهلي الشيخ زايد في ضوء الحكم. رادد يقول له انت عندك اللائحه وانت هتعمل انتخاباتك على اللائحه، يبقى هو مستني بيحط له الكره قدام الجون ومستني النادي الاهلي هو اللي يشوط الكره يحطها في الجون. بمعنى انه بيوقع النادي الاهلي في فخ، واتحداه انه يبعت جواب يقول موقفه في ضوء الحكم. طب يا فندم معلش انا لازم اسال حضرتك ايه هو الفخ عشان الناس تفهم. فندم ان هو ما ردش عليه صراحه في ضوء الحكم. النادي الاهلي بعت له بيقول له قول لي موقف الناس دي في ضوء الحكم الصادر ليها في 15/3/2017. الباشا رادد عليه يقول له كاتب له نص الماده اللي هي الماده 8، وكاتب له انت انتخاباتك على اللائحه الاسترشاديه، فاعمل احكام اللائحه الاسترشاديه، واذا حبيت حضرتك تغير فاعمل جمعيه عموميه غير عاديه. ايه ده ايه ده، انت بتكلم مين، ولا انت بتبعت لمين، ولا انت متوقع اللي بيقرا الجواب ده مين؟ ناس يعني ناس في غيبوبه؟ لا يا فندم، الجواب صريح بتاع النادي الاهلي موجه للجنه الاولمبيه، قول لنا موقف الناس دي في ضوء الحكم الصادر في 15/3. نعم، فين بقى فين الرد على الحكم؟ طيب انا عايزه لو سمحت بعد اذنك، ما هو هيجي حالا دلوقتي، هيكون موجود حالا على الهواء الجواب للجنه الاولمبيه للنادي الاهلي. بس انا برضو لحد ما يجي لما يجي يا فندم، هل انت حضرتك شايف ان نفس القصه اللي حدثت ان برضو اللجنه الاولمبيه المصريه ما ذكرتش ايه اسباب رفض الاجتماع الخاص لجمعيه العموميه للنادي الاهلي استنادا لايه؟ يا كابتن محمد، نعم، اللجنه الاولمبيه بتتحرك بالهواء وبالمزاج وبالتعليمات، وانا بقولها هو بالتعليمات، الله يكون في عونه هشام بيه حطب، يعني هينفذ تعليمات مين ولا مين؟ هو اتبعت له جواب واضح وصريح، رد لنا بضوء الحكم، لو سمحت لما تعرض الجواب سواء انا موجود او مش موجود طلعوا لي كلمه. هو حالا هيكون قدام حضرتك وهتلاقيه. يا جماعه القانون يعني مساله شقاق، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يا استاذ وائل بعد اذن حضرتك، هو حضرتك بتقول ان اللجنه الاولمبيه بتتحرك بالهوى. ادي الجواب اهو، بص ادي الجواب اهو يا استاذ وائل، نحن لا نعترف بالمواقف اللي بتعتمد على الهوى. بمعنى يا جمال، لا اسمعني حضرتك، اللي عايز اقوله ايه اللي انا عايز اقوله ان حضرتك عندك حق ومعاك حكم، يبقى يجب ان تحصل على رد قانوني من اللجنه الاولمبيه. يا جمال يعني انا بالعكس انا معاك مليون في الميه مع اعضاء النادي. يا جمال بيه حضرتك دلوقتي يا جماعه يا ريت بس يكبروا لنا بس صوره الجواب عشان نقراه للمشاهدين على الشاشه، عشان برضو استاذ وائل وهو موجود معانا نبتدي نستعرض ايه الحاجات اللي فيه، لان حتى الان يا استاذ وائل الردود اللجنه الاولمبيه المصريه على كل استفسارات النادي الاهلي غير استنادا على مواقف قانونيه. لازم تبقى قانونية. مكتوبه يا كابتن محمد، لازم الردود دي تبقى قانونيه، يعني يا استاذ وائل زي ما انتوا اخذتوا حكم باحقيه اعضاء اهلي الشيخ زايد ان هم يشاركوا في الجمعيات العموميه ويحضروا وينتخبوا،
لازم لو اللجنة الأولمبية لها رد يبقى رد مكتوب، لأن ده برضو يفيد القضية، يعني يفيدك كراجل قانوني. يعني يا جمال بيه، فضل. الحكم القضائي يا جمال بيه أي. لا يلغى. طيب مين اللي ينفذ؟ هو الجواب هو يسعدني ان اهدي سيادتكم اطيب تمنيات مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه وتحياتي الشخصيه متمنين لسيادتكم كلام الموقر النجاح وكلام ايه الحلو اللي بيتقال في الاول. بالاشاره الى كتابكم رقم 1658 بتاريخ 19/2017 والوارد للجنه الاولمبيه بشان طلب موافاتكم بالرأي نحو أحقية أعضاء ناديكم الموقر بفرع الشيخ زايد في الترشح لمجلس الإدارة وإدراج أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية للنادي في الدورة الانتخابية 2017-2021 من عدمه. نفيد علم سيادتكم أنهم وفقا لنص المادة 47 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة تنص على يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها طبقا لنظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي حقوق أعضاء الفروع وواجباتهم. ولما كانت لائحة النظام الأساسي لناديكم الصادرة بالقرار رقم 62 لسنة 2017 قد نصت على عضو الفرع هو العضو الذي تقتصر عضويته على احد الفروع النادي. عضو الفرع. نعم. الماده دي من اول عضو الفرع الى اخر القوس، دي الماده اللي محنطه في اللائحه، فعديها بعد اذنك. طيب. عشان ما تتعبش بس. ماشي نعم. ماشي. اتفضل يا فندم. ونبتدي نقول ايه؟ والا يكون له حق حضور الجمعيات العموميه او الترشح لمجلس الاداره، ويكون لعضو الفرع اكتساب العضويه العامله للنادي الاصلي بشرط سداد قيمه الفرق بينما تم سداده نذير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادي الأصلي. يعني لازم يتم يدفع نفس المبلغ اللي بيدفع في كل ده يا كابتن المقرر. محمد مش كلامه، ده نص المادة 8 في اللائحة الاستفزازية. كمل بقى بعد إذنك. ما هو كده خلاص، وقد قام بالسداد خلال 3 سنوات من تاريخ اكتسابه كل العضوية. هو ده آخر الجواب. لا يا فندم، في ورقة تانية. طيب نجيب الورقة الثانية يا جماعة، نجيب الورقة الثانية عشان ده دلوقتي نشوفها. يا جمال بيه يا زغلول بيه يا كابتن محمد، اللي موجود قدام حضراتكم واللي أنا شايفه على الشاشة ده عبارة عن مادتين. مادة في القانون اللي أنا قلت لحضراتكم عليها، إن القانون بيقول إن يحق للأندية إن هي تنشئ فروع، ده وضع طبيعي. الثانية اللي هو تعريف عضو الفرع، المادة هي بتاعت المادة 21 في اللائحة القديمة، بل بالعكس ده في اللائحة الجديدة عضو الفرع كان في اللائحة القديمة عضو عامل في حدود فرعه، إنما إمعانا في الغل والإهانة لعضو الفرع شال الحتة دي كمان من اللائحة الجديدة. في ورقة تانية هتلاقيه مكمل المادة، وهتلاقيه بيقول له إن أنت على مش عارف انتخاباتك على اللائحة الاسترشادية ووجوب تطبيق قواعد اللائحه الاسترشاديه، ولو حبيت تغير في اللائحه الاسترشاديه اعمل جمعيه عموميه غير عاديه وشكرا. يتفهم منه ايه يا بيه ده؟ يتفهم منه ان مش هتقدر تعمل غير بعد ما تعمل لائحه خاصه بالنادي. طب هو الورقه الثانيه اهي برضه هتنزل حالا للمشاهدين على الشاشه دلوقتي. وحيث ان هذه اللائحه قد كانت اثرا قانونيا من اثار تطبيق نص الماده الرابعه من مواد اصدار القانون رقم 71 ل 2017 باصدار قانون الرياضه، نظرا لبطلان انعقاد الجمعيه العموميه التي عقدها ناديكم الموقر بيومي 25 و26 أغسطس 2017، وعليه فينبغي الالتزام بما جاء بنص اللائحه فيما يتعلق بتنظيم حقوق عضو الفرع، مع التاكيد على حق ناديكم الموقر بعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية وتعديل اللائحة لتنظيم حقوق هؤلاء الأعضاء، وذلك بعد الانتهاء من مدة توفيق الأوضاع بمرحلتيها والمقرر انتهاؤها في 30 نوفمبر 2017. أنا شايف أن ده تمسك حرفي من يا أستاذ زغلول، ده تمسك حرفي من اللجنة الأولمبية بالبنود اللي فيها اللي في اللائحة الاسترشادية. بمعنى هقول لك بمعنى ايه؟ يعني انا موقفي واضح. اولا الدستور اعلى من القانون،
نعم. القانون اعلى من اللائحه، من اللائحه. فلما الدستور يقول مفيش تمييز، يعني النهارده حضرتك قبلتني ان انا اجي اقعد في الاستوديو، ما تقوليش بقى لا ما تتكلمش غير لما اقول لك. لا ما هو انا فاهم قصدي يعني. يعني طب يا استاذ وائل اتفضل يا فندم. دلوقتي عايز اقول وصف المحكمه لجمال بيه لهذه الماده. وصف المحكمه اللي تضمنه الحكم، ايوه، انها ماده غير مشروعه. طيب نعم. صح كده. انها ماده غير ليه؟ وانها غير دستوريه. ليه يا فندم؟ بالظبط. ان هي بتكرس للتمييز. بالظبط كده. بتكرس. انا يا فندم انا مش عايز اخش فروع ثانيه. انا عايز ما بقاش يعني سوري في اللفظ خيال مآتة او طرطور في المكان اللي انا فيه. بالظبط. الاقي فلوسي ابدي رايي في من ارشح او لا ارشح، يبقى لي رايي في المكان، انا لم اطلب اكثر. هو ده طبيعي. ما هو برضه رئيس النادي الاهلي اللي في فرع الجزيره او مقر الجزيره ومقر مدينه نصر، ما هو هيبقى رئيس النادي الاهلي في فرع طبعاً. في فرع الشيخ زايد. هو كيان واحد. لازم هو كيان واحد. هو كيان واحد. لا هو في الاول وفي الاخر في جهابزه قاعدين اصلا، يعني احنا قعدنا ننتظر القانون اللي هو الولاده المتعسره اللي قعدنا فيها 200 سنه ندور على القانون، وبالاخر ودي كمان اللائحه الاسترشاديه كمان ولائحه استرشاديه ولائحه، يعني انا يعني قعدت خدت قطعت شوط طويل في, 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 في هذا الكلام، وقلت يا جدعان وحذرت ان اللي بيحصل ده بيتم عن هوى وما بيتمش بفير وبعداله. طب استاذ غيول ومعانا استاذ وائل على الهواء. استاذ وائل دلوقتي ماذا يعني سيحدث في حالة عدم دخول أعضاء زايد لانتخابات النادي الأهلي من الناحية القانونية؟ أنا بص يا فندم، أنا يعني القانون واضح دلوقتي، في حكم ثاري وواجب النفاذ ولا يوقفه إلا شيء واحد. أنت زي ما حضرتك يعني ما أعرفش إذا كنت تعلم أو لا، الطعن بتاع الخاص بهذا الحكم أمام الإدارية العليا وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة القضاء الإداري، تم حجز الدعوة بتاريخ 28/10. 28/10 بمعنى إيه يا فندم؟ كويس. بمعنى إيه؟ كويس طبعًا. بمعنى إيه؟ ده كويس. السيد المهندس المبجل المحترم هشام بيه حطب، أنا عايز أسأله سؤال. فرضًا جدلًا المحكمة الإدارية العليا أيدت هذا الحكم. لازم ينفذ. هو لازم ينفذ. لازم ينفذ يا فندم. هو لازم ينفذ من دلوقتي يا جماعه. لا يعني عشان بس الحكم يا جمال بيه، حكم المحكمه الاداريه القضاء الاداري واجب النفاذ. واجب النفاذ. اذا جه يوم 28 المحكمه الاداريه العليا قالت يا جماعه الناس دي مالهاش حق وكله يروح بيته، سلام عليكم. تمام. اذا ايدت الحكم يعني لا لا يعني ما احنا هنستنى بقى ايه الافتاءات بتاعه المكالمات اللي بعد نص الليل. طب يا استاذ وائل، استاذ وائل وحضرتك يا استاذ وائل، استاذ وائل وحضرتك برضو حضرتك محامي وضليع في القانون، هل اللجنه الاولمبيه باصدارها يعني هذه الامور اللي غير قانونيه، طب هم بيسندوا لمين؟ يعني بيرجعوا لمين عشان يحطوا بنود بعيدا عن القوانين؟ بيسندوا يا فندم لصاحب المصلحه. قولا مين بقى صاحب المصلحه؟ ايوه استاذ وائل، ما انا بسالك والله بجد، من صاحب يعني المصلحه؟ يعني يا فندم شوف عايزينها صريحه. ايه المصلحه زي ما يعني معظم الناس بتقول، ايه المصلحه ورا منع ناس ان هي تبقى لها صوت في المكان اللي هي فيه؟ انا بجد انا يعني انا مش فاهم ايه تفكير حضرتك. شاكك في مين؟ لا شاكك في مين بقى؟ شاكك في طابور طويل عريض. بس انا قبل ما يعني اسيب حضراتكم ليا رسالتين. اتفضل يا فندم. رسالتين يعني باختصار. يا باشمهندس هشام حطب، ده اول رساله. ثاني رساله للمهندس المحترم محمود طاهر، ارجو دراسه الامر جيدا وعدم الوقوع في الفخ اللي انا حذرت منه من شهور. ارجو دراسه الموضوع قانونا جيدا. احنا في حكم واجب النفاذ غير موقوف الا اذا اتلغى يوم 28/10، يبقى اذا ارجو دراسه الوضع دراسه متانيه لتجنب دخول النادي في نفق مظلم ربنا وحده يعلم ممكن يطلع منه امتى، ويريد يعني يريد له هذا الفخ الكثير والكثير والكثير.
يعني دي رسالتي، ارجو يا رب تكون وصلت. استاذ وائل عوض بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.